وللمزيد حول تطورات وتداعيات الأوضاع في غزة واستمرار الاحتلال بعملياته العسكرية شرق مدينة رفح بعد فشل جولة محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة، ينضم إلينا عبر سكايب من أنقرة الدكتور محمود الرنتيسي. حياكم الله دكتور محمود. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. كما ينضم إلينا من جنين عبر الهاتف الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور محمود خلوف القضاء. حياكم الله دكتور محمود. الله يبارك فيك، الله يسعدك، جهودكم مقدرة، حياكم الله. حياكم الله. لعلي أبتدأ معك دكتور محمود الرنتيسي، يعني الجمعية العامة للأمم المتحدة كما تعلم اعتمدت اليوم قرارا يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي. أهمية هذا القرار وتوقيته وتأثيره أيضا على ما يحدث في الأراضي المحتلة. يعني نحن نعلم أن القرارات التي تصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي قرارات عبارة عن توصيات، ليست قرارات إلزامية، لكن مع ذلك ليس لها طبيعة ملزمة، لكن مع ذلك في هذا التوقيت لها دلالة مهمة أن القضية الفلسطينية اليوم عادت على الأجندة الدولية والأجندة الإقليمية، لأنه يعني كانت هناك محاولات لتصفية القضية الفلسطينية منذ صفقة القرن مرورا باتفاقيات أبراهام وعمليات التطبيع التي كانت تجري مع دولة الاحتلال الإسرائيلي دون النظر لحقوق الشعب الفلسطيني ودون إحداث أي تقدم على مستوى إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية وحقوق للشعب الفلسطيني. لا، اليوم معركة طوفان الأقصى وما تلاها من صراع ونضال يخوضه الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية فرضت القضية الفلسطينية على الأجندة الدولية، على أجندة أكبر منظمة دولية، مع أنه هناك تراجع لدور المنظمة وهناك استهداف من الاحتلال لأحد أهم المؤسسات التابعة للأمم المتحدة في فلسطين وهي مؤسسة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، ولكن مع ذلك هذا القرار له دلالة مهمة في هذا التوقيت أن القضية الفلسطينية باتت حاضرة وأنها تشغل اهتمام الكثير من الدول حول العالم. لكن مع ذلك ما زالت الدول المهيمنة على مجلس الأمن لا زالت تدعم مع الأسف دولة الاحتلال، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا كذلك تنضم إليهم. هذه الدول كلها مع الأسف هي دول تقف خلف الاحتلال الإسرائيلي سياسيا بل وعسكريا، تمده بالأسلحة والعتاد في عملية الإبادة الجماعية التي يمارسها الآن ضد الشعب الفلسطيني وخاصة تجاه مدينة رفح التي تكتظ باللاجئين والنازحين، يوجد بها أكثر من 1.5 مليون، ورغم ذلك الاحتلال مصر على الإغال وسفك المزيد من الدماء من الأطفال والنساء في مدينة رفح. نعم. طيب دكتور محمود خلوف، يعني كما تفضل الدكتور رنتيسي وكما تعلم حضرتك أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة ولا تعد كونها أكثر من توصيات لربما، ولكن ما أهمية يعني مثل هذه التوصيات في ظل السردية الإسرائيلية التي كانت طاغية قبل طوفان الأقصى؟ حقيقة بالعالم أجمع كان من يحاول الإقدام على مثل هذه الخطوة يتهم بمعاداة السامية. ما أهمية ما جرى الآن؟ هناك مطالبات من قبل إسبانيا، من قبل إيرلندا وسلوفينيا ومالطا والنرويج، كلها يعني تدعو لإقامة دولة فلسطينية وضرورة إنهاء هذا الصراع بالرجوع لحل الدولتين. يعني بصراحة أهمية مثل هذه القرارات بأنها أولا تعطي زخما كبيرا لانتفاضة الجامعات سواء في أمريكا أم في أوروبا، وهذا يجعل كل متردد، كل من لا يعرف عن جذور هذا الصراع يدرك أن هناك شعب تصادر إسرائيل حقه في تقرير المصير، ونحن نتحدث عن حركة مختلفة جدا لدى المثقفين سواء في أوروبا أم الولايات المتحدة الأمريكية. من يتابع البرامج الحوارية يدرك أن هناك أشخاص تم التغرير بهم عبر الدراما الصهيونية، عبر الرسائل التي كانت تضخها إسرائيل مستعينة بالدبلوماسية الرقمية، مستعينة بهذا الجيش الهائل من المتطوعين. قرارات محكمة العدل الدولية وما تبعها من تحرك مهم في المحكمة الجنائية الدولية واليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة
تجعل الأطراف الذين كانوا بموقع الوسط لم يحسموا أمرهم، هم مع فلسطين أم مع إسرائيل، هذا يدفعهم باتجاه الانحياز للرغبة الدولية الكبيرة التي عبرت عنها 143 دولة. مع أنني أوجه اللوم الكبير لحوالي 30 دولة هذه من الدول التي إما امتنعت أو عارضت القرار، وبالذات أننا نتحدث عن إبادة جماعية وعن مجزرة ضخمة جدا، كيف نجد عددا من الدول تتفرج ولا تنتصر لحقوق الشعب الفلسطيني حتى من خلال قرار له رمزية؟ هذا يضع العالم أمام مفرق، أمام مفترق مهم جدا، وهذا يظهر أن هناك نوع من الاختلاف حتى هذه اللحظة بين الجماهير التي نجدها في الشوارع ونجدها في الجامعات تنتفض، وبين العديد من الأنظمة التي تريد أن تجامل أمريكا وإسرائيل. كيف بالعالم يسمح بهذا الاستخفاف؟ مندوب إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة مزق ميثاق الأمم المتحدة واعتدى على هيبة المنظمة الدولية. أين هذه الدول؟ لماذا نجد هذا العدد الكبير من الدول التي امتنعت؟ وهذا يضع ضمير كل مسؤول في هذه الدول على المحك، وهذا يتطلب بأن يتم مناقشة هذه الأمور في برلمانات هذه الدول. وهنا أطالب الجاليات الإسلامية والعربية والجالية الفلسطينية سواء في تشيك ولا العديد من الدول التي كنا نعتقد بأنها قد تتحول نحو الأفضل، بأهمية إحداث حالة من الحراك حتى نضمن تغييرا في المواقف السلبية بما يعزز مكانة الشعب الفلسطيني دوليا وسياسيا ودبلوماسيا. دكتور رنتيسي، يعني هذا التعنت والصلف والتعجرف أيضا الإسرائيلي الذي يعني بات واضحا وبات لا يخفى على أحد سواء في أوروبا أو في أمريكا أو في كل العالم وحتى المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى أي مدى يحرج حلفاء إسرائيل، خاصة أتحدثون عن الرئيس الأمريكي جو بايدن وأيضا يعني أعضاء مجلس الشيوخ الداعمين لإسرائيل، في هذا التعجرف حرفيا يعني من قبل إسرائيل وممانعتها أو يعني وضعها نفسها بمقارنة أمريكا؟ أعتقد هذا سؤال مهم جدا، وهو يدخل في إطار أن دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم باتت تشكل عبئا على حلفائها، حتى على حلفائها اليوم تشكل عبئا. وجدنا أن الرئيس بايدن قام قبل عدة أيام بإيقاف شحنة أسلحة متجهة إلى دولة الاحتلال، وهذا لأول مرة يحدث هذا الخلاف على العلن. اليوم عدد كبير من الدول تصوت لصالح وجود دولة فلسطينية وفي الأمم المتحدة، عضوية كاملة في الأمم المتحدة، منها دول أوروبية كانت تنظر إلى إسرائيل أنها دولة طبيعية وأنها دولة لديها دولة ديمقراطية، دولة تشترك مع الغرب. لا، اليوم إسرائيل دولة الاحتلال هي دولة تقوم بالإبادة الجماعية، ليست دولة ديمقراطية ظهرت على صورتها الحقيقية، فهي أصبحت لا تشترك مع الدول الغربية في المفهوم الديمقراطي والتقدمي، أصبحت تشكل عبئا. وهذا القرار اليوم في الأمم المتحدة أن الإرادة الدولية تريد أن تقف مع حق الشعب الفلسطيني وتعتقد أن الشعب الفلسطيني يجب أن يكون له دولة ودولة ذات سيادة. طبعا الولايات المتحدة مع الأسف بالرغم من أنها تتعرض للإحراج في الصورة من دولة الاحتلال، إلا أنها على الموقف الاستراتيجي لا يوجد تغيير، ولا زال موقف الإدارة الأمريكية يرفض وصول فلسطين إلى الاعتراف الكامل بها كدولة عبر الأمم المتحدة، ولكنها تريد ذلك عبر مفاوضات. هذا لربما فسره البعض بسيطرة اللوبي اليهودي على يعني مكان من القرار أو سلطة القرار في أمريكا. نعم، للأسف اللوبي اليهودي في الصهيوني في الولايات المتحدة يسيطر على الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حتى أننا رأينا في المظاهرات التي قادها الطلبة في الولايات المتحدة والتي شكلت مفاجأة لصانع القرار الأمريكي أن المتظاهرين كانوا ضد سياسة الحزبين وضد هذا الابتزاز من اللوب الصهيوني الذي بات يتحكم في مفاصل صنع القرار في الولايات المتحدة. واليوم حتى العديد من الجامعات ظهر أن الذين يمولونها ويتحكمون في إداراتها ومناهجها هم اللوب الصهيوني. الإعلام الأمريكي اليوم
مفاصله متحكم بها من اللوبي الصهيوني. لذلك اليوم ما يجري في فلسطين ليس محصورا في غزة أو في رفح أو في هذا الشريط الضيق على ساحل فلسطين، إنما أثبت للعالم كله أن الصهيونية تتحكم حتى في قوى كبرى، تتحكم في قرارها، تؤدي إلى إحراجها، ويعني تقودها إلى مسارات يمكن أن تضر هذه الدول. وهذا في الحقيقة نراه شيئا جيدا، لأن الكثير من الدول التي وقفت خلف الاحتلال الإسرائيلي في أوقات سابقة كانت تنظر إليه كاستثمار استراتيجي، كقاعدة متقدمة. اليوم لا، هذه الدول تنظر إلى الاحتلال الإسرائيلي على أنه عبء، بل وعبء كبير، ويوميا يتزايد. والخلاف كما رأينا بات على شاشات التلفاز بين نتنياهو وبين الرئيس بايدن، ووجه نتنياهو اللوم إلى بايدن وقال أنه ارتكب خطأ كبير بإيقاف شحنة الأسلحة. وهذا الخلاف مزيد من التطور له سيجعل دولة الاحتلال في موقف أكثر عزلة وأشد ضعفا إن شاء الله. طيب، في هذا السياق دكتور محمود خلوف، يعني أيضا ليست فقط الولايات المتحدة هي من أوقفت شحنة الأسلحة، كان هناك دعوة متقدمة من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يدعو خلالها إلى التوقف عن بيع الأسلحة لإسرائيل لإجبارها على وقف هذا العدوان ضد قطاع غزة. كيف تقرأ هذه الدعوة؟ هناك أصوات عاقلة داخل الاتحاد الأوروبي هي عمليا تقتنع بأنه لا يمكن جعل القانون الدولي على مزاج أمريكا أو حتى على مزاج إسرائيل. القانون الدولي الإنساني بالذات الذي يتحدث عن حماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة إسرائيل تنتهك هذا القانون جهارا نهارا. ومحكمة العدل الدولية في 26 يناير قد أصدرت رأيها الذي هو غير قابل للبس، كان واضحا بأن هناك إبادة جماعية. هناك مسؤولية أخلاقية وقانونية وسياسية على الدول. هنا أراد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن يستنهض الهمم وأن ينحاز إلى الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية. وأنا كنت أتابع عددا من المحللين وعددا من أساتذة القانون الدولي قالوا أن مثل هذه الدعوات وحتى محاولة أمريكا لتبرئة نفسها على صعيد الضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات وتوجيه رسائل لفتح المعابر، هناك من اعتبر من داخل أمريكا والاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي، بأن هذا انعكاس لحالة من الخوف التي يعبر عنها عدد من المستشارين للرئيس بايدن وحتى لعدد من الزعماء في أوروبا الذين يحذرون القادة من إمكانية ملاحقتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية أو حتى رفع قضايا في محكمة العدل الدولية. ولهذا السبب نجد مثل هذه الأصوات. ولكن ومن المهم عفواً أن للمقاطعة، نتحدث أنه قبل دقائق أن هناك متحدث في البيت الأبيض قد نفى عدم قيام أمريكا بإرسال المساعدات العسكرية، وقال أن أمريكا بصدد نقل عشرات القذائف الخاصة بالدبابات والصواريخ إلى إسرائيل. هذا يعني أننا أمام حالة من التخبط المقصود والاختلاف التكتيكي في في الخطاب. هذا السياق وأمريكا دكتور، عمليا يضغط على الرئيس بايدن أنه يقترب من الانتخابات الرئاسية دكتور في محمود نوفمبر. خلوف دكتور نعم. دكتور خلوف، يعني في هذا السياق كان هناك اعتراف واضح وصريح للرئيس جو بايدن بأن الأسلحة التي أرسلت إلى هذا الكيان استخدمت بالفعل ضد المدنيين وذلك خلال إحدى المقابلات. ما وزن وما قيمة ما اعترف به جو بايدن؟ هذا هو انعكاس كما قلت قبل قليل للضغط الذي مارسه عدد من القانونيين والمستشارين نعم، في ولكن الجانب لا يترتب القانوني. على هذا الاعتراف مسؤولية قانونية على الولايات المتحدة وعلى الإدارة الأمريكية على الأقل. هذا صحيح، ولكن بالنظر إلى مجمل التصريحات هي عمليا يراد منها التأكيد على أن أمريكا تدفع باتجاه تجنيب المدنيين وتضغط باتجاه مسؤولية إسرائيل وحدها في موضوع الإبادة وموضوع قتل المدنيين العزل. وأكثر من مرة الخارجية الأمريكية كانت تتحدث عن أنها قد دققت في قوائم الضحايا والشهداء في قطاع غزة وتأكدت من أن النسبة الأعظم والأكبر هي تظهر أن الشهداء في غالبيتهم من الأطفال والنساء.
عمليا هم بالخطاب يستخدمون لغة متوازنة أحيانا، ولكن على أرض الواقع هناك دعم لا محدود على الصعيد العسكري، ودليل ذلك أن المتحدث باسم البيت الأبيض قبل دقائق أكد أن أمريكا لم تقطع المساعدات، وأن أمريكا لا زالت تقيم خطا مباشرا وخطا ساخنا على الصعيد الاستخباري والعسكري بينها وبين تل أبيب. طيب، من خلال هذا أو هذه المعطيات دكتور رنتيسي، يعني ماذا تريد الولايات المتحدة من خلال هذا الخلاف أو هذه الضغوط ولو كانت شكلية على هذا الكيان؟ هل تريده عدم اجتياح رفح؟ هل تريده الدخول في مفاوضات جدية لوقف إطلاق النار، خاصة بعد قبول المقاومة الفلسطينية للمقترح مقترح وقف إطلاق النار؟ ما الذي تريده بالفعل؟ يعني حقيقة إذا نظرنا، عدنا إلى الوراء يعني عدة أشهر، ورأينا وزير الخارجية بلينكين، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، يعقد ويشارك في عقد مجلس الحرب الأول الذي بدأ الحرب البرية على قطاع غزة. نجد بشكل واضح أن الولايات المتحدة كانت شريكة من اللحظة الأولى في هذا العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر على قطاع غزة، والذي دخل أكثر، يعني له أكثر من 217 يوم، وفي أكثر من محطة حشدت الولايات المتحدة يعني كل أنواع الدعم لصالح الاحتلال، سواء على المستوى العسكري أو السياسي أو حتى في تخويف الدول التي تريد دعم القضية الفلسطينية. على مستوى الأهداف أيضا نجد أن هناك اتفاق على هدف القضاء على حركة حماس، لكن هناك بعض الاختلافات بين الطرفين. الأمر الأساسي بالنسبة للإدارة الأمريكية التي تريد أن تفصل نفسها عن حكومة الاحتلال هو جانب الصورة حقيقة. ولماذا؟ لأنها لا تريد أن الحزب الديمقراطي تحديدا وإدارة بايدن لا يريد أن يتأثروا سلبا في الانتخابات القادمة في نوفمبر القادم، لأن هناك ضغط حقيقي من الشارع الأمريكي يرى الإدارة الأمريكية شريكة ومتواطئة ومسؤولة عن دماء الشعب الفلسطيني. وكما ذكرتم قبل قليل في تصريح بايدن، أعتقد أن بايدن قد أدان نفسه، يعني كأنه فقط لا يريد أن يستهدف النازحين الأطفال والنساء من النازحين في مدينة رفح، بينما في مدن خان يونس والوسطى وشمال غزة هم كانوا مستباحين، والقنابل الأمريكية والقذائف الأمريكية كانت تعطى للاحتلال لقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني مجنهم من النساء والأطفال، وكذلك هناك أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض. هؤلاء كلهم الولايات المتحدة شريكة وتدرك حجم هذه الفاجعة وحجم هذه الإبادة، لذلك تريد الإدارة الأمريكية التي تتجه إلى الانتخابات في ظل تراجع لدعم الرئيس بايدن وتراجع في شعبيته، تريد أن تفصل نفسها في مستوى الصورة وتقول أن لدينا خطوط حمراء. أنا أعتقد حتى التصريحات الأخيرة المتعلقة في مدينة رفح، يعني هو يقول تتجنب قتل أكبر عدد من المدنيين، وكأنه يعني هناك حد معين مقبول من المدنيين يمكن أن يقتلوا، لكن هناك حد آخر غير مقبول وهو الذي يزعج الإدارة الأمريكية ويؤثر على صورتها في الداخل وفي الخارج. ولربما هذا كان ديداً الإدارة الأمريكية في تعاطيها مع العدوان الصهيوني منذ بدايته. إذن كنت ضيفنا من سكايب أو عبر سكايب من أنقرة دكتور محمود الرنتيسي، أشكرك جزيل الشكر، كما أشكر ضيفي الذي انضم إلينا عبر الهاتف من جنين الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور محمود خلوف القضاء. شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمين.